السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة ثالثة في هذا المكان بسعيد عتبة ورقلة، المنطقة الرطبة اللي كل أسبوع نقوم بزيارتها يعني لغرض التصوير. أستاذ بن عيشة الزهاري وسي عبد الوهاب راحوا يصوروا الطيور، راحوا يصوروا في الطيور المهاجرة، لكن أنا ما رحتش معهم، خليتهم بعد إن شاء الله راح نتلاقى بيهم ونشوف واش صورونا. لكن أنا حبيت نتكلم على هذا المصرف للمياه تاع النخيل، المصرف تاع المياه تاع النخيل هذا تشوف فيه، فيه اسماك الجامبوزيا، اسماك الجامبوزيا اللي تكلمنا عليها كثير وكثير وكثير، الناس كلها تعرف اسماك الجامبوزيا الموجوده بورقلة، هي اكله ومحاربه للبعوض عن طريق اكلها ليرقات البعوض، يعني وهي يرقه تقوم هذه الاسماك بافتراسها وتتغذى عليها. لهذا الأماكن هذه وين تتواجد الجامبوزيا يعني البعوض يقل، يكون قليل. المشكلة أن المياه هنا تركت في ساعة يعني ليه يعني تطلع فيها القصيبة، تطيح فيها كما تشوف القراءة الصاشيات وهذه الأمور، هذه تعود تتسكر المجرى تاعها يتقفل. لكن لحد الآن راهي الكاميرا ما جبناهاش تاع الإيطونش باش نصور لكم الأسماك داخل المياه، هي أسماك رائعة ورائعة جدا، وهذه أكيد قاموا بزراعتها، قامت الولاية والله البلدية أو مديرية الصيد البحري قاموا باستزراع هذه الأسماك، لكان قبلها كذلك أسماك أخرى وأنواع أخرى، لكن الجامبوزيا هذه مهمة ومهمة جدا لمكافحة البعوض. منطقة جميلة، منطقة رطبة هذه، منطقة سعيد عتبة، يعني في الجهة الشمالية لورقلة، احنا رانا بالجهة الشمالية لمدينة ورقلة، الجهة الغربية الجنوبية وين كان الشط كذلك كان منطقة رطبة يعني فيها الطيور وفيها، لكن احنا اخترنا هالمكان لنظافته، ففعلا صراحة يعني قاموا بنظافته، لكن الردم يبقى نقطة سوداء عندنا هنا في ورقلة، يعني صراحة اللي يقوم يعني بهدم يعني حائط أو يعاود يعني داره فيقوم بجلب يعني المواد البناء أو الردم يجيب يعني يرميه هنا وخاصة في الطرق، صراحة ما يعطيش منظر ومشهد نظيف، راه ورايا ممكن راه يبان لكم، لكن احنا نحافظوا على الجامبوزيا، خاصة الجامبوزيا، وراني ناشد كل المسؤول أو كل مواطن في هذا الحي خاصة سعيد عتبة أنهم يحافظوا على هذه السمكة، هي معروفة أوفو فيبار يعني أنها تولد أسماك ما تولدش بيض، يعني حضانة وما حضانة، فالبيض يتحضن في بطن الأسماك هذه ثم تلد صغارها عن يعني وهي أسماك يعني مكتملة النمو. راح نشجعوا احنا يا الشباب ونشجعوا خاصة ساكني هذه المنطقة هذه لحماية هذا المكان، مكان جد هادئ، مكان جميل جدا، تواجد فيه كثير من الطيور المهاجرة خاصة، احنا هي منطقة رطبة ومصنفة يعني مصنفة كمنطقة رطبة، يعني المنطقة الرطبة باش نتفاهموا هي منطقة محمية، ولما نقولوا محمية طبيعية يعني مش متنزه طبيعي، يعني تجيب انت الاولاد يلعبوا وتجيب ممكن تجي وانت مار مثلا تحبس يعني لحظات يعني تتامل في الطبيعة وتتامل فيها الطيور هذه المهاجرة وفيها الطبيعة وفيها الجو الجميل هذا الهادي ممكن، لكن انها يكون متنزه لا، لان اليوم يجوا الاولاد غدوا يجيبوا الفيلوات غدوا يجيبوا الدراجات الناريه خلاص يقولوا هنا يزعجوا هذه الطيور هذه اللي راهي تتوالد كاين منها من تتوالد هنا بورقلة. لهذا نحافظوا على هذه المنطقه وهي منطقه استراتيجيه بالنسبه للطيور المهاجره ومسار عالمي ومصنف يعني مسار عالمي، لو تبحث يعني في الجامعات الكبرى او المعاهد او المراقبين لها الطيور يعرفوا هذا المكان جيدا ويعرفوا يسموه ثاني بالاسم ويعرفوا وين راح تروح الطيور وين راح تجي، لهذا وجب يعني حمايتها. شكرا، بارك الله فيكم، راح ان شاء الله بعد هذه الدردشه الخفيفه معكم راح ان شاء الله نتوقف
ونستنى انتظر يعني جماعة واش جابونا من هي حتى نكمل معاهم تسجيل الثاني. لا تنسوا الاشتراك في القناة، قناة درين بيس سابقا هي اللبعة الحسن الآن بالعربية، اشتراك جام، وما تنسوش خاصية الجرس حتى يلحق يوصل الجديد، يوصلكم الجديد، تشجيع منكم يعني لينا، بارك الله فيكم. وحتى نستمر كذلك في إنزال هذه الفيديوهات هذه، احنا نقدروا نسجلوا فيديوهات يوميا، يعني على ما كانش نسجلوا فيديوهات، لكن احنا نحاولوا ان فيديوهاتنا كامل تكون على الطبيعة، على الطبيعة هكذا. جو جميل وهادئ وطيور مهاجرة، أصوات رائعة. يلا نخليكم وشكرا وبارك الله فيكم. راح نشوفوا الجزء الثاني مع المصورين اللي راهم ورائي الآن، يعني بعاد علي راهم يصوروا، يعني ما نزعجوا. والي والله غير هاي الريه كما راك تشوفوا معايا الطيور المهاجره هذه اللي طيور الفلامينغو، طيور الفلامينغو هذه اللي راهي تحركت الان. يعني هي حساسه جدا، لاي حركه من الناس، لمجرد ما حست راك تشوفوا فيها معايا طيور الفلامينغو، ما شاء الله القوه تاعها. وهذه كاين البط وكاين الفلامينغو، راك تشوفوا ممكن راهي تبان لكم هذه، ما شاء الله. شوفوا لحظه معايا هذا الخير، هذا نزيد نصور لكم هنا مليح. هذه طائر الفلامينغو، طائر الفلامينغو، ها ما شاء الله كيف تغير المكان بمجرد ما تشعر بحركه، يعني للاشخاص او للدراجات حتى تقوم بتغيير المكان. يعطيك الصحة الحمد لله اللي قدرنا نصور لكم أموة هذا الطير هذا كيف تنقل من هذا المكان إلى مكان آخر. أتمنى إن شاء الله يكون الفيديو هذا عجبكم، إلى فيديو آخر إن شاء الله، وما تنسوش جيم، شاركوا في القناة، قناتي لبعة الحسن، خاصية الجرس دائما، شجعونا بالاشتراك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.